موجودة على بعد أمتار من مطار المناسير، على بعد أمتار من المنطقة السياحية. المرأة خارجة هي وصغارها باش يعملوا دورها، ولكن مالوريزمون تصير الكارثة هذيا. سلام عليكم مدام، أهلا وسهلا، مرحبا. السلام عليكم وشكرا لكم اللي سمحتوا لي باش نوصل صوتي باش نناقش الوضعية اللي صارت مع ولدي. دونك شنو اللي صار؟ نهار 6 سبتمبر برسك ما ثلاثة هزيت ولادي للبحر، هبطنا في محطة نزل الأمير، زون توريستيك بحذا المطار. أول ما هبطنا من الكار ولدي عفس على شبكة بلاستيك كحلة يحسب مغطية بها رجارة، ورجارة من الحجم الكبير حسب تقديري يعني شخصي يمكن متر وعشرين على متر على سبعين، والعمق متاحها يمكن من زوز متر. معناتها تبلعب. تبلعب، العمق متاحها المشكلة الكبيرة كونه غارقة برشا، وممكن من حسب تقديري يعني يمكن زوز متر لثلاثة متر، ومعبية بالمي، مية حشاك مستعمل. مية مستعملة. معجزة إلهية وبفضل كبير ومنة من الله. درك كيفاش شد في شافة الرجارة، شد في فم الرجارة. وقعد يبربش بيديه ورجليه. سمحني ما تنفقتوش بيه انتما؟ لا فيس على الهدر الكل صارت فيس عين تو نحكي لك فيها بالتفاصيل، لكن الهدر الكل ما خذتش برشا وقت. سير بلا سير تيرا ما تتمشي انت وياه بمشيت الناس يقول لك احنا هبطنا من الكار. انت جبت هالشبكة؟ جبتها. باش نوريها للناس. دونك هذي اللي نورمالمون مغطية بها الرجالة بلاستيكة. بون. بلاستيك قديم. فما الناس قاعدين يشوفوا فيها راهي بلاستيكة ماهيش حديدة. هذيا انظرها ها معناتها هذي تصوروا رجارة حاطينها على رجارة هكاك عفس عليها عفس عليها طاحت هي وياه دخلت معاه. فما راجل بارك الله فيه طلع له عاوننا، طلع في باش طلعنا ولدي وباش طلعنا شلاكته وطلعنا هذه. معناتها هذه دخلت به الكل، دخلت به الكل، طاحت هي وياه، طاح بها. شنو اللي صار له؟ قعد هنيك عنده جرحة هكا، عطيتكم التصاور هنيك تجرح، وحاليا يعاني من وضعية نفسية. اعطيني تليفونك اللي فيه تصاور خلي يشوفوا معناتها جست الرجال عوين والوضعية متاع ولدك من غير ما نوريه وجهه. تو نحاول نوريه بالتليفون. دونك نذكروا هذه الشبكة اللي سواديزون شبكة هي بلاستيك معناتها سهلة معناتها تطوي ما فيها حتى شيء. هذه تنجم حتى تتقسم معناتها كان نحب انا نكسرها توا نجم نكسرها فاسيلمون. هذه مغطين بها رجاره من نوع الكبيره، مش رجاره صغير. اي وفي زون توريستيك مشروع سياحي غادي كي قاعد يتم يبنيو في مانيش عارفه في ريزيدونس ولا سنين. هذو مش الجروح اللي صاروا على ولدك. الجروح يبرا، لكن الاثر النفسي والاذى النفسي اللي تعرض له ولدي لحد الان يعاني منه. ولدي عمره 8 سنين ونص، حاشاكم رجع يعمل يعني بالسرير وفي الليل وحتى في الصباح. هذه الرجارة، هذه الرجارة، هذه كي يعني سامحني بالله هي غطيتها انت بالباليت، غطيتها يعني بالباليت وثقلتها بالحجر باش اللي صار في ولدي ما يرجعش يصير في حد اخر. دونك هذه هي معناتها البقعة اللي طاح فيها. انت جوست نحيت الشبكة هذه وحطيت باليت. نحيت الشبكة هذه باش نهزها لوكيل الجمهورية، باش نهزها لوكيل الجمهورية ونقول هو نطلب منه تفسير. صورت ولدك وهو طايح ولا وقتها ما جاش؟ وقتها نعيط وداخلة في حالة هستيرية ونعرش باه جاش البالي معناها كل همي اني نطلعه مش باش نقعد نصور فيه. دونك لكن عندي شهود توريستي. لكن عندي شهود وشهدوا معايا وعملنا ادلاء بشهاده وهزيتها للوكيل الجمهوريه. واضح. دونك قدمت شكايه. ولدك قلت لي وضعيته النفسيه صعيبه ياسر. نلقاه متخبي تحت بيت الدروج، فاش تعمل يقول لي خايف، يفز في الليل يعيط يقول لي سكر المروحه. يعني حالات هستيريه تجي حتى اثنين نو دي كوشمار. طفل قلت لك ولا حاشاك يبل سريره في الليل وفي النهار زاد تبول لا ارادي ولا. وحتى في النهار وحتى هو فايق عمره 8 سنين ما كانتش عنده الحكايه هذه. حتى في مانيش عارفه كل شيء ولا يثبت فيه كل شيء ولا خايف، وديما مرمي علي ياسر، مرمي عليا ياسر، يحضن فيا يبوس فيا بطريقه معناها انه مش طبيعيه. فهمت؟ كانوا يطلب في الامان، كانوا يلوج على الامان. نحب نوجه رسالة للمدير لوناس، قولوا شنو اخرتها؟ ما يكفيش، ما خذيناش العبرة من فرح، ما خذيناش العبرة من مريم، ما خذيناش العبرة إلى متى؟
تمشي معناها عندك حظ كبير في تونس انك كنت تمشي نورمال تطيح في رقار عادي جدا ولد موضوع عادي جدا. هزيت المحضر الادلاء بشهاده للبلديه في الساحلين المرابه شهدت معايا. السيد اللي باش يعمل لنا تعريف بالامضاء قلت له شنو تعليقك على الموضوع قرا الورقه قال لي عادي عادي جدا. هالنهارين امراه قدام دار الثقافه بالساحلين طاحت نحكي زاد لمراه اخرى في المحطه قام الراجل قال هاكا نهارين راجل طاح في جمال. يعني شوف تونس وين وصلنا شوف فين وصلنا فر بلوعات مش ياليتهم محضور. كنت قدمت قضيه ومانيش باش نسكت وباش نقعد. قدمت قضيه ضد لوناس ولا ضد شكون؟ لا محاله قدمت ضد من يثبت عنه البحث انه الحفره هذه تبعته. اشوف هو كل حد مش يرمي المسؤوليه على الاخر. البلديه مش ترميها على لوناس ولوناس مش يرميها على المقاول نتاع المشروع. لكن المسؤول رسميا وقانونيا هو مدير لوناس في المستير. واضح. دونك اي عطيني اخر كلمه. اخر كلمه نحب نوجه رساله للسيد الرئيس نقول له راهو الاحزاب تمشي والعلاقات الدبلوماسيه كما شفنا معناها تزول بزوال الاشخاص والدستور ما هي الا فصول كتبوه بشر ونجموا يكتبوا غيره لكن ارواح الناس ما هيش لعبه. احنا نتخب تمشي مع الشترجه. روح اللي تمشي مع الشترجه يرحمك سي زهير. باهي انت وعدتنا ووعدت انك تتصدى للفساد نحبك تضرب بيد من حديد على الموضوع هذا. مش معقول معناها كل يوم نسمع على ضحيه هو مريم هو فرحها وكان يكون ولدي كانت تكون المراه اللي طاحت في الساحلين الراجل اللي طاح في جمال شنية اخرتها؟ واضح. إذا كان تقولوا إنه الخطوات الحديد يتسرقوا ويطمعوا فيهم السرق بيغطي بالحجر كما احنا تربينا احنا وقتنا احنا البلوعات تتغطى بالخطوات الحجر صحيح ما يتعماش فيه وما يسرقش. ايه وحتى كان حتى كي يتسرق ما نغطيوش بشبكه بلاستيك نتاع تعطيك الامان. انا والله كريتها سخيل حديد معناتها يجي بالك تنجم تعفس عليها. وين زاد هابطه من الكار هيك على الوهله الاولى 8 سنين معناتها شنو ميزانه باش تهبط بيه كان جاء عبد اخر ارز يهبط طول معناتها. ونحمدوا ربي انه ماهوش صغير عمره عامين ولا 3 سنين نحلف عليك لو كان نغطس ما عادش يطلع خاطرها معبيه بالمي. المطلوب من المسؤولين انه مثال شرطه البيئه تعمل دوريات الشرطه البيئيه تعمل دوره وكل ما تلقى رقارة عريانه كل ما تلقى رقارة عريانه تحرر فيها محضر وتحولوا بالوقت الوكيل الجمهوري وتعمل فيها سيني باش تخلي الناس ترد بالها سيني بالضبط اللي بانو الكل كي بانو دو ترافو. نشكرك مدام شكرا لك.